لو سمحت وريني بقى بتشتغل ازاي بقى. ايوه لا وريني يلا خلصني من زحمه العشاء. اهلا بكم في فيديو جديد ومختلف، والمره دي مختلف عشان النهارده اشتغل في كشري ابو طارق. عايز علبه بكام؟ احنا ما عندناش هنا غير كشري. 5 في 30 و5 ايه الخط ده؟ و5 ايه ده؟ معلش عايزيني تاني. محمود عالمي، واحد حوده بندق شبح، وواحد ابو طارق لوكس سوبر ميه ورد بره. وانجزني. الله 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 الله، خلاص ما تنجزش على مهلك. يلا بينا نشوف الحوار ده. حاج ابو طارق اهو، تعالى نسلم عليه. ازيك يا حاج، ايه الاخبار؟ حاسب يا عم. هم قالوا لي ادخل اسال على مستر ايمن. لو سمحت، هو فين مستر ايمن؟ مستر ايمن انت الموظف اللي جاي جديد؟ اطلع فوق البس اليونيفورم وانزل. حاضر. يلا بينا على الشغل. بس بطني ناكل الاول، انا لسه مفطور. ايه الاخبار؟ بقول لك النبي، عايز واحد هو اللوكس شبح، افشخ حاجه عندهم. قول لي بقى، ايه اللي هنعمله؟ انا الموظف الجديد. يا باشا ده اوعى. انت بتعمل ايه؟ انت مين قال لك اصلا انت تشتغل الحاجات دي؟ مش شيل يا استاذ الاول جوه، وبعدين نتكلم في اللي انت بتعمله ده، تتعلم بعد كده. انا افطر لقمه بس. على الشغل الاول. ترى عيد اليوم لما ابقى مدير هزعلك. انا خلصت، ممكن اكل بقى طبق الشبح لوكس الاول وبعد كده نبتدي الشغل. يلا تاكل وخد لك كمان واحد رز بلبن من عندي. ماشي قشطه. الثلاجه مفتوحه اوبن. ها غلطه عمره. الشبح لوكس بقى والنبي. هوبا هم يا جدع. اونيون رينجز من امريكا. بقول لك ايه، ما انت بتعرف ترسم اهو شاطر، ما ترسمني والنبي. لازم اسبك كده ولا ينفع اكل عادي؟ الله 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 يا اخي، بالله عليك كيف تفكر؟ خش بقى على التحلية. بقول لك لو سمحت، هو فين الرز بلبن هنا؟ امال ده ايه؟ ماشي ده ام علي. ماشي شغال. ام علي اشرب بس. بربوق ده من الغامل الاغاني يا اسطى. اكلنا وحلينا، يلا على الشغل بقى. هو فين مستر ايمن؟ الله صدق، بالله عليكم كيف عرفتوا اني بحبه؟ يا ميمي طب التوب، هنشتغل اهو. يلا جامد جامد، فرصة سعيدة، وصلنا قبلتكم والله. جمهوري حبايب قلبي. أول يوم ليا باشا حبيب قلبي. يلا هتوقفني في أنهي دور؟ يلا عايز آخد الطلبات. أنت مفكر نفسك جاي تشتغل هنا بالورقة والقلم؟ تعالى لي يا حلو. إيه؟ ايه ده؟ استنى ايه ده؟ انت عمال تشرب عصير. طب ما انا ببلع عشان طب احبه. ايه يعني استرتاكل؟ انا كده جاهز. اقسم بالله صنايعي. يلا بينا جد. لو سمحت وريني بقى بتشتغل ازاي بقى. ايوه لا وريني بقى. ما انا طب وريني انت بتشتغل ازاي؟ في ايه؟ لا ما انا ثواني يا جماعة، ما عايزين نفهم. ايوه اعمل ايه؟ عايز علبة بكام؟ هو قال ايه؟ ترجم لي طبق ب20 سلطانية على عفش. فين اللي هو ده؟ مكرونة وعدس بس؟ بكام؟ مكرونة وعدس؟ اتوصى بالست. ايه الاخبار؟ ازيك؟ انا شغال النهارده. تكلف كام؟
معلش بس زحمة العشاء هبي بجد. فين عايز علبة بكام؟ علبة 15 علبة. اوعى نكتر صلصة. مستر ايمن تعبت يا عم والله، كان الله في العون. لا يا عم بقول لك يا باشا، انا مش حمل الفاشن وانا صوتي روح، انا عايز اشتغل جرسون، انا بحب الشغلانه دي واخد عليها. خلاص خليك بقى واقف هنا، اي حد يطلع عرفك يقول لك ايه خد واطلع بقى. يلا بينا. اهلا. ايوه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. مفيش ترابيزه فاضيه؟ مؤاخذه نجوميه، معلش زحمه عشاء بقى وانت فاهم. تعالى لي تعالى لي تعالى لي. كام واحد؟ انتوا ناقصين واحد كده يا نجوميه اللي بتلعب في التليفون انت. تعالى اقعد. اسمك ايه؟ احمد رشاد. يعقوب قمر الدين دبيازة، اسماعيل احمد كنباوي، محمد سنبل، عثمان عبد الجليل ششة، خضر كرويتا. هنسيبكم تفكروا، اديكوا داري عشان تفكروا براحتكم. فكرتوا؟ احمد رشاد هياكل ايه؟ 5 كشري في 30؟ عينيا يا باشا، احلى 5 كشري في 30. 5 بيبسي، 4 سلطة، 5 في 30، و5 ايه الخط ده؟ و5 ايه ده معلش؟ عايزيني تاني؟ 3 جزء من السنه الاكل بقى عندكم هنا. محمود عالمي، واحد حوده بندق شبح، وواحد ابو طارق لوكس سوبر ميه ورد بره. وانجزني. الله 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 الله. خلاص ما تنجز على مهلك. الله الله. حاسب حاسب ولا 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 يا ابني بتاع الدنيا. واحد كهرمان ميه ورد. انا بقول له هو شغال. السلام عليكم. معلش عشان انا لسه اول يوم، والنبي ادي ادي اخوك جنبك والنبي. ومعلش ما عرفتش اجيب غير 4، هو جاب الخامس اهو. ثواني يبقى الكشري. يلا بينا. انا بدي اخوك جنبك عشان هو بعيد عني. اتفضل. دلوقتي بقى مع وقت الشو، هعمل لك الشو دلوقتي. بص. هلو ايفريوان، وانا هاي هابين ذا كشري ابو طارق. شي هير فيرست تايم تو ايت ذا كشري ابو طارق. ناو اي سي يو اول وان. يلا يا باشا. اخبطي يا نهار اسود، انت عملت ايه؟ الايه؟ السلطات والعيش. السلطات والعيش اوف. دولكم بليمون من المحل. اوروفوار. جامد جامد حبيبي. ادوني 3 جزء من الثانيه بس. افضلكم ترابيزه حالا. اتفضل اتفضل. الترابيزه الترابيزه بقول لك ايه؟ احلى شغل دلوقتي. تاكل ايه يا باشا؟ اه احنا ما عندناش هنا غير كشري. 2 ب 20 الحلوه عليا. عندنا سينما كمان 10 دقايق. يلا عندكم سينما كمان 10 دقايق؟ الطلب يبقى جاهز خلال 30 جزء من الثانيه. عالمي 2 على 20، الاثنين وراهم سلمه كمان 10 دقايق. في الانجاز في الانجاز في الانجاز. الله الله. ولا ولا ولا. لا مش وقته مش وقته. ولع الدنيا ولع الدنيا. باخد واحد 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 واحد. باخد ايه تاني؟ يلا بينا. فريرة يا باشا، فريرة يا باشا. امسك كده لحاجه تقع مني. لحظه واحده اجيب لك الكشري. اتفضل اتفضل. حلو ايه بسرعه، على ما تاكل على ما تاكل على ما تاكل. تاكل اتنين رز بلبن على حسابي. اوعى تدفع، اوعى تتحاسب ولا اوعى. خد يا باشا بالهنا والشفا. بقول لك ايه، الاثنين اللي هناك دول تبعي، عايزين نروح نشقلب لهم. يلا بينا. سلام عليكم. جبت لكم بقول لكم ايه، احسن ناس في فرقه رضا. ايه؟ الله الله. ده سيوف برزو بقى برزو. يلا ابتدوا بقى. عايزين نشد الحبل. يلا نشد. انت منين؟ انت من سوريا؟ اعرف اعرفكم الاكسنت على طول. حلب ولا دمشق؟ الحمص ده، ده حبيبي الحمص ده يا سيدي. مش ده؟ مدينة حمص. مدينة حمص. اوكي. بقول لكم ايه الحلو على حسابي النهارده، اما انا هتعزموكم. لا لا استحلفكم. ايه يا جدعان يا جدعان، ده انتوا جايين مصر يا جدعان. عيب يا جدعان. بس ما تقولش لحد يعني، لما يجوا يحاسبوك انتوا ولا اكلتوا حلو ولا شفتوه. اه ماشي. اعمل نفسك من بنها. رحتوا بنها؟ زي حمص كده. شين يوتيوبر فور ذا كوريا. هيم اولسو يوتيوبر فيمس اولسو. Yeah, I am very famous here, but just in Egypt and sometimes Middle East. Yes, but sometimes no. I can share video with you. Yeah. Hey, جدا. هنطلع على كوريا يلا. You can show ولا بلاش انا. Hello.
سلام يا سلام. اخبار ازيك حبايب؟ لسه ما اكلتوش؟ لسه. طب تعالى لي بقى. هو انتوا 20 واحد؟ لا ربنا يعينكم، شوفوا حد غيري بس يا عم انا مش قادر. ما شاء الله الله اكبر 20. انا فاكركم 4 5. نتصور ماشي نتصور يا باشا. سلام. انا مش ظاهر. انت عرفت ان انا بحب اللون الاخضر يا عم؟ والله يا عم والله يا حبيبي يا عم تسلم ايدك بامانه. يا عم زهقتني وجاي هنا تلعب وعمال طول الوقت تاخد من الناس بلالين في ايه بس يا مستر؟ انت مش هتنفع معايا في ايه؟ ما انا ما اخر يوم ليك في ايه؟ طب في اللون الاخضر بتاعك في ايه؟ في ايه؟ وينش مين؟ وينش مين؟ في ايه؟ وينش في ايه؟ في ايه؟ يا نهار اسود. يلا سلام. مع السلامه. شكرا جدا ليكو. كان معكم ويب. كده يكون الفلوج خلص. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وتابعوني عشان تشوفوا الفيديوهات الجايه وبس كده. فهب هب.